فيكم في برنامج فوز. اليوم معي ضيفة قديرة وقديمة جدا بالإعلام السعودي، لها في الإعلام 50 سنة، ومعنا ضيوف برضو في الحلقة. طبعا ضيفتنا الأساسية والرئيسية ما راح نقول لكم من هي، تابعوا هذا التقرير عنها وحشرب قهوة أنا وياها سوا. قبل أكثر من 50 عاماً بدأ البث السعودي يغطي آفاق البلاد، لتبرز معه أسماء لامعة أضاءت سماء الإعلام وتركت بصمة واضحة منذ انطلاقته وحتى يومنا الحالي. وجوه عبرت بسلام، ووجوه شكلت ملامح الشاشة وبقيت ذكراها شمسا لا تغيب. فلم يقتصر الإعلام على الرجال فقط، إنما كان للنساء فيه مكانة. سيدة الشاشة السعودية سلوى شاكر، صاحبة باع طويل من الخبرة الإعلامية والدرامية ومدرسة سعودية عريقة. كان لها من الرعاية نصيب كبير لتنشأ مزودة بالعلم والخبرة والأخلاق التي تكفل لها أداء واجبها على أكمل وجه، سواء كربة بيت أو مدرسة أو ممرضة. إن أفضل الأجواء التربوية قد هيئت للفتاة السعودية كي تقضي فترات دراستها في أرقى أساليب التربية الحديثة. حياكم الله من جديد. يعني رأينا هذا التقرير الغني جدا بالمعلومات عن الأستاذة سلوى، كيف بداياتك وكيف يعني كانت رائعة جدا، خصوصا في بدايات التلفزيون السعودي وبداية ما عرف العالم معنى الشاشة الصغيرة في المملكة العربية السعودية. حدثينا عن البدايات كفتاة سعودية بدأتي. يعني يمكن الكثير يعرف الآن أنه بداية التلفزيون السعودي كانت في حوالي 1965 ميلادي، الموافق تقريباً 85 هجري، 1385 هجري. البدايات كانت طبعاً تعتبر شيء جديد على المجتمع في المملكة العربية السعودية، وكان كل محطة، كان أول بث تجريبي. أول شيء البث التجريبي هذا طبعا أبيض وأسود، فقالوا في البث التجريبي نسجل بعض الأناشيد بعض الأغاني اللي نطلعها للتلفزيون من خلال البث التجريبي. أول شيء ما كان بث كامل. فمن ضمن البث التجريبي كان لنا نشيد للأطفال. حلو، شاركتي فيه؟ وشاركت فيه طبعا، يمكن كان عمري أيامها في حدود 10 سنوات تقريبا مع مجموعة من الأطفال طبعا، وعادي لقيت المشاركة حلوة واستمريت طبعا. وأنا في المدرسة أدرس طبعا في مدارس الأبناء التابعة لوزارة الدفاع والطيران، وبالتالي بدأنا نشارك أيضا في برامج الأطفال. يعني بدأ التلفزيون يشتغل وبدأ البث رسمي، وبدأوا طبعا المذيعين المخضرمين أو بعضهم موجود وبعضهم طبعا الله يرحمه توفى، مجد الشبل وغيرهم، سليمان العيسى وغيرهم. طبعا كان سليمان لسه في البدايات أيضا الله يرحمه. اشتغلت أنا طبعا يعني طفلة في برامج الأطفال، نقدم مع بابا علي الله يرحمه أيضا. إذاعة؟ لا، تلفزيون. تلفزيون يعني. في إذاعة في نفس الوقت كنا نقدم في الإذاعة، لأنه الإذاعة قبل التلفزيون بشوية. الإذاعة قدمنا فيها أول نشيد ترحيبي بمناسبة افتتاح الإذاعة مع طارق الله يرحمه، الأستاذ الملحن الكبير دكتور طارق. وكان هو النشيد كان ترحيب بمناسبة الافتتاح، وكنا في رمضان. جميل. فإحنا طبعا مجموعة أخذونا من المدرسة
وقعدنا طول الوقت يعطونا حلويات مثل ما يعطوا الحصان عشان يتشجع ويصير صوته قوي لأنه كورال يعني طبعا تحفزكم أنتم. أيوة فقلنا أهالينا قلنا النشيد والله أن شاء الله أذكر بس إن شاء الله ليالينا ما أحلى ليالينا الله. أيوة ليالينا ما أحلى ليالينا. فقدمنا طبعا هذاك في الترحيب. لكن في التلفزيون طبعا لا استمريت أكثر وصرنا نقدم مع بابا علي أنا أقصد في برامج الأطفال. حتى أيامها كان يمكن الكثير يعرفوا اللي كانوا طبعا موجودين أسماء السليم كانت تقدم أناشيد وكان صوتها حلو جميل جدا. أنا يعني أخذت منحة آخر شوية وبدأت حسيت في نفسي أنه أنا أستطيع أني أقدر أكتب شيء فكتبت مشهد تمثيلي أيامها. وانتي صغيرة كان كم عمرك؟ يعني كنت في سادس ابتدائي وكتبت المشهد؟ اي كتبت مشهد تمثيلي وفي زملائنا اللي كانوا موجودين سبا بهبري وغيرهم من الزملاء كان اللي كانوا موجودين. يتضمن هذا المشهد؟ ابدا هو شيء من كثر ما نسمع نصايح من الوالدة والوالد الله يرحمه انه انتبهي لا تمشي مثلا بدون شيء في قدمك حتى ما تتاسي على حاجة، انتبهي كذا كذا، انتبهي للوضوء يكون كذا كذا، وقت الصلاة كذا كذا، فكلها تنبيهات. فقلت هذه التنبيهات كلها خليني أنا كمان أنبه اللي في سني عبر مشهد يعني. فقلت يعني واحد طالع ماشي حفيان برجلين وما سمع كلام والد ولا والدته، دخلت القزازة في رجله فجرحته صح. عشان يسمع الكلام مرة تانية عشان يسمع الكلام صح. كلهم طبعا. أستاذة سلوى يعني حابين نعرف حياتك قبل بداية دخولك الإعلام وبعد دخولك الإعلام، يعني هل تغير فيها شيء؟ أكيد طبعا، يعني حياتي قبل دخول الإعلام أنا كنت طفلة صغيرة ما يعني، لكن كان في هناك بوادر تبشر بأنه في هناك نواة ل يعني ميول إعلامية، خاصة وأنه طبعا الوالد أصلا كان يعني كاتب وشاعر، وعمي فؤاد الله يرحمه فؤاد شاكر أيضا هو كاتب وشاعر ومؤلف وأديب طبعا معروف، فكان في العائلة كلها يعني في هذا الشيء. هذا قبل الإعلام، لا أود أن أسهب كثير طبعا لأنه يعني كانت فترة قصيرة جدا وفترة طفولية. لكن بعد دخول الإعلام دخلت أيضا في مرحلة مبكرة لكن استمريت فيها وأنا في دراستي حتى نهاية الثانوية. جميل. أي. انتقلتي بعدها من الإذاعة إلى التلفزيون؟ لا 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 أي. أنا كنت على يعني الاثنين سوا مع بعض. إذاعة والتلفزيون بشكل نعم. نعم الإذاعة أقدم فيها برامج حتى أنه كنا نقدم في الإذاعة تصوري برامج على الهواء. جت فترة أسعار الخضروات والصيدليات المنوبة، هذه أول مرة أقولها. يعني كان في الإذاعة طبعا في يعني كان في أيامها صيدليات منوبة بأسماء محددة. حلو. فكنا نقدمها في الفترة المسائية إنه الصيدليات المنوبة كذا في شارع كذا، أسعار الخضروات ستكون كذا وكذا وكذا، مسعرة ومعروفة حتى ما في تفاوت بينهم. يعني في فارق شاسع ما بين الآن وأيام أكيد. يعني أكيد. أيام إذاعة والتلفزيون بداياتها طبعاً. إنه كان في تسعير للخضروات. أي كان في تسعير نعم وقدمنا أيضا أو كان بالتناوب. أيوة نعم. وفي تلك الفترة قدمنا أيضا على الهواء مباشرة فترة محددة، كان جاء الأخ خالد يوسف وهو مذيع معروف طبعا يوسف. وكان ماسك التلفزيون لفترة وقدمنا فيها الفترة لمدة 4 ساعات على الهواء مباشرة. الله. يعني ربط بين البرامج. حلو جميل. كما يحدث الآن يعني هذه كانت يعني فترة أبيض وأسود. لا تصور كانت ملون، كانت فترة ملونة. جميل. نعم. طيب يعني حدثيني عن السلوى الشاكر الزوجة بعد ما ارتبطتي بالمرحوم عبد العزيز ارتبطت الحماد. طبعاً بالمرحوم عبد العزيز الحماد أبو أولادي وإحنا معاً في التلفزيون. التقينا في التلفزيون أو في الإذاعة، كان يقدم أو يكتب هو برنامج مجلة الفنون. جميل. وأنا قدمت معه في هذا البرنامج وقدمت أيضا، وفي التلفزيون طبعا كان موجود بس ما كان معايا في نفس المسلسل، أحد المسلسلات قدمه وأنا كنت أقدم مسلسل آخر، ولاحظت أنه هو دائما ما شاء الله رايح جاي
أثره كان بيراقبني يعني طول الله الوقت. هذا قبل يعني كان يخطط يعني على هذه البنت الجميلة. كان بيخطط طبعا لأنه كان معايا الوالد فكان بيخطط واقترب للوالد وصار صديق له أكثر حتى يستطيع أنه ينفذ من خلال الوالد إلي. فكان الله. يعني هذا يعني تخطيطه ما شاء الله الله يرحمه وبذلك ارتبطنا وأنا في المرحلة الثانوية في ثانية ثانوية كنت صغيرة علمي وكتبنا الكتاب وعلينا الجواب والحمد لله والكل كان فرح معنا في الإذاعة والتلفزيون وكلهم احتفلوا معنا بهذا الزواج وقالوا فعلا أنتوا الاثنين تكونوا ثنائي فني مهم جدا ثقافي أيضا لأنه عبد العزيز الله يرحمه كان متعدد الثقافات وعنده وواسع للمدارك يعني عنده إدراك كبير جدا لأشياء كبيرة جدا وكثيرة جدا سنتحدث في أشياء كثيرة بإذن الله في هذه الحلقة ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. ما أعتقد في ناس كثير يقدروا يتفهموا مدى التضحية الكبيرة اللي ضحت فيها يعني برا البيت للعمل وكيف هذا عكس علينا احنا انا واخواني في ثقافتنا في حبنا للتعلم يعني والتعليم ايضا وكيف انك ترسم هدف امامك وتحققه الهدف هذا هذا كله جاء من الوالدة ومن الوالد يعني كان محفز قوي جدا وكنا نشوفهم يعني امامنا يعني مثابه يعني يعني ايش اقول يعني الواحد يعني هذا هو المثال الاكبر والاعظم اللي انت تحذو حذوه صح هذه الاشياء اللي ما حد يعرفها عن زلوى شاكر المذيع زلوى شاكر لم تكن حياة زوجية سعيدة فقط بل كانت حياة فنية حفرت تفاصيلها على زجاج الأيام لولو وفهد جمعت بينهما الحياة والفن التشكيلي وامتزجت دراستها وحب الكولاج مع هوايته الحفر على الزجاج لتشكل حياة مزخرفة أثمرت عن أميرتهم الصغيرة مضاوي والقط السعيد المدلل الدقائق الجميلة مع الأستاذ سلوى شاكر معنا انضموا ضيفين جميلين طبعا زوجين هما لولو وفهد طبعا غنيين عن التعريف جدا في يعني الأيام اللي فاتت كثير انتشروا في الإعلام ما شاء الله الفنان التشكيلي وأيضا اللي برعوا في الحفر على الزجاج فهد ولولو حياكم الله معنا الله يحييكم وتشرفنا واحنا سعيدين بالتواجد هذا الشرف لنا صراحه بحضورنا معاكم يعني انا سعيده اني قابلتك مره ثانيه حبيبتي وطبعا الاستاذ سلوى شاكر والله انا سعيده انه اشوف فنانين تشكيليين زوج وزوجه مع بعض ما شاء الله يعني انتم الاثنين دائما تشتغلوا سوا يعني ولا كيف انا ما ادري يعني ولا كل واحد لحاله وتتنافسوا اول تشرفنا وشفناك استعدادنا ومن ناحية نحن في تنافس احنا سبق كل واحد منا فنان وله مجاله لكن بعد الزواج طلعنا فكرة الزجاج اللي هي سبق ووضحناها في كثير يعني من هذا المجال كنا فكر لأننا قعدنا ممكن ساعة سنة ونص نشتغل على هذا المشروع بحيث أن نوظف التباين والأبعاد على الزجاج كان في تنافس فعلا بيني أنا ولولو يعني
مع الفكرة وكل واحد يضيف. لما أغيب أنا عن اللوحة شوي أو أقوم شوي هي تقوم تكمل اللوحة. كان هو على الزجاج الأسود والحمد لله نجحت الفكرة وما زالت إن شاء الله مع الإضافات إن شاء الله. أخذنا منحنى آخر اللي ممكن تتكلم عنه لولو، فكرة أنه الزجاج الشفاف والمضاء أضفنا لها الفكرة هذه. وعلى فكرة في يعني هم رسموا بالزجاج وجوه يعني معروفة لأمراء ومشاهير وفنانين لقادتنا الله يحفظهم ومنها المشاهير. حفر أنا بضيف شغلة اللي هي إيش فهد، أنا وفهد كلنا فنانين، لكن أنا عندي أسلوب وهو عنده أسلوب، أسلوبي أنا وياه يختلف تماما. يعني هو تقريبا برع في الرصاص الفحم البورتريه، أنا في الألوان في المدارس سريانية تجريد تكعيبية وضعية، ف اسلوبه يختلف عن اسلوبي، لكن الشيء اللي جمعنا انا وياه ان انا لي 8 سنوات وانا اشتغل في الزجاج، عندي خلفيه في مسك كيف امسك الاله، كيف اوظفها، كيف استخدم الرؤوس الموجوده في كل منطقه. فهد عنده مهاره اللي هو تطبيق البورتريه بشكل مره جميل. بورتريه يعرف يرسم وجوه. فاحنا انت تكعيبي، انا سريالي تكعيبي واقعي، انا اساسا خريجه تربيه فنيه من جامعه الملك سعود. اها فهد هاوي. هاوي ما هو صار معاكي صار متعلم مش بس هاوي. لا تعلمت كثير ما درس، هو علمني وانا علمته. أها. يعني كلنا علمنا بعض. فالحين الان انا قاعد اشتغل اني اعلم فهد المدارس، جايبات له الكتب حقت الجامعه فقاعد اقول له اقراها شوف المدارس كيف وما اعرف ايش وكيف بدا الفن وكيف وصل لهالمرحله هذه. معلش عفوا بس كان في عندي ملاحظه لانه قلت الزجاج الاسود الاول، فهل معنى ذلك انه هو كان بيرسم على زجاج مختلف؟ لا. يعني زجاج عادي ويحفر عليه حفر يعني فيتناثر الزجاج مثلا ولا لا؟ طبعا اي هذا اللي ابغى اعرفه. الزجاج الاسود ايش اختلافه؟ الخلاف الزجاج الاسود اللي هو يكون اسود خلفيته لرسم الشخصيه، لكن احنا اللي فكره الزجاج الابيض اللي نقدر اللي اخترناه بحيث انه نضيف عليه الاضاءه. عندنا لوحات الان اضاءه مخفيه بانوار الليد على الزجاج الشفاف. هذه اللي انتم قلتوا عليها اللوحات المضيئه. اللوحات عندهم لوحات مضيئه. وكان في بعد مرحله من المراحل بيقولوا عنها انه هي رسم اللوحه بالذهب، فكان هذه كانت الذهب هي الإضافة على اللون الاسود على الرسم بدون حفر. لا حفر حفر يحفرون يرسمون عليه. يعني تضطر تحط كمامه مثلا كمامه ادوات سلام هذا اللفت نظري يعني. لا صحيح انه مضر حقيقه. حتى انا قلت ايامها اللولو لما كانت حامل انه كيف ما تخافين على نفسك، كنت اقول الفهد احفر بدالها لانه الزجاج كان يتناثر. اي يتناثر حتى على العيون مثلا لان بودره هي زي البودر وهذه مضره زي الغبار تصير. طبعا فهذه كلها وسائل الحمايه هذه اللي لازم نراعيها دائما. فأرجع لفكرة أنه بعد الفرق بين الزجاج الأسود والزجاج الأسود لا يمكن إضافة عليه الإضاءة بحيث تخترق العمل بالحفر. فتوصلنا على لولو بعد ما نجحت الحمد لله فكرة الزجاج الأسود إلى الزجاج الشفاف، لقيناها أفضل شيء مناسب في مقاس معين، نوع من القزاز معين، أنه يخدمنا في وضوح الإضاءة بحيث تخترق الحفر وتعطيك المجسم اللي انت تبيه بتوظيف التباين وما بعد. يعني تلاقين الحفر نفسه يعطي النور الاضاءه نفسها، يعني تتغير الاضاءه من لون للون تلاقين الحفر يتغير من لون للون. وهذا حلو. انا عجبتني الفكره انها تكون مثلا في مجالس ملاحق، مجالس البنات او غرف البنات. كنت راح اسالك هذه تعتبر
يعني داخله من ضمن الديكورات في الاماكن الكبيره مثلا زي ما احنا جالسين كده في مساحات كبيره. نظرتك وسيعه، نظرتك وسيعه، وهذا اللي ذكرناه. زوجة فنان تشكيلي ما يحتاج هو يعني ما شاء الله. طبعا الله يرحمه عبد العزيز محمد ما شاء الله يسلمك، من اول الفنانين التشكيليين في المنطقه الوسطى طبعا، وله معارض كثيره متعدده الله يرحمه. ايوه بس على الزجاج، لكن كان له اشياء سرياليه ايضا مو تكعيبيه، لكن هو دارسها دراسه يعني طبعا. دراسه وله لها معرفه وتواجد هنا. فعلا نظرتك زي كذا اكيد انه كنت تدخلين معه، اتمنى انك صرت لذلك لي لقاءات كثيره مع فنانين تشكيليين من مختلف مناطق المملكه. وهذا يعني هذا اللي جذبنا، انه كانك معنا يوم نطلع في الزجاج المضيء، انه فكرناها تكون في زاويه في بيت، زاويه في ملحق. وظفناها اول شيء على صقر، وظفناها الثانيه على رؤيه المملكه ان شاء الله الناجحه 2030 مع قادتنا الملك الله يحفظه وولي العهد ولي العهد. وظفناها بالفكره بالاضاءه بحيث انها تتوسع النظره للمتذوق من حاب يمتلك الفكره يجي يوظفها لنا او يعطينا نظرته للي هو حاب فيه. فاحنا اعطيناها بشكل عام صقر الرؤيه، بحيث انه اي احد متذوق الحمد لله يعني صار فيه اخذ وعطى وفيه طلبات، بحيث انه اتضحت لهم الرؤيه انه في اصحاب الديكور والاشياء قالوا احنا عندنا فكره كذا قلنا نوظفها. بسبب ايش؟ انه طلعنا بالفكره هذه مثل نظره فكره رائعه جميله جدا ورائده ايضا الحمد لله. اول مره يعني يفكرون فيها وزوجين. استاذه سلوى، انت من اوائل المذيعات اللي عملوا لقاءات مع الفنانين التشكيليين من البدايات. ايش اللي تغير بالفن التشكيلي برايك يعني وانت قد عصرتي الكثير منهم؟ ما شاء الله اول شيء زاد عددهم جدا يعني كان وصار لهم يعني يعني الجمعيات اللي التقوا فيها او الاماكن المخصصه لهم في جده وفي الرياض، ودائما تلاقيهم في محافل وطنيه هنا موجوده او خارج المملكه ايضا. يمثلون كثير من الفنانات التشكيليات المعروفات مثل الاستاذه فوزيه عبد اللطيف، نوال المصلي، الدكتورة ابتسام مجبر وهي متخصصة في الكتابة بالخط العربي صحيح الإسلامي يعني. كثير فنانات يعني يمكن لو أقعد أعدد أسمائهم يمكن يعني ما يكفي في الحلقة هذه طبعا. فما شاء الله، وبالإضافة للفنانين طبعا التشكيليين الكبار يعني من زمان، فهذا هو الملاحظة الزيادة ما شاء الله في العدد، والتركيز فعلا على الاعمال الجديده مثل ما احنا شايفين قدامنا ما شاء الله تبارك الله. الله يعني الله يعطيكم الصحه ان شاء الله، الله نكون تكمله يعني. مسيره، وان الفن ما يتوقف، الفن ابتكار ابداع طبعا، اذا ما ابتكرنا احنا تكمله مسيره الله. الناس بإذن الله قدموا لنا شيء بإذن الله. إذا مع هذا اللقاء الجميل اللي أخذناه معكم لولو وفهد، أنا شاكرة لكم هذا الحضور، شكرا لكم. العفو العفو، تشرفنا وتشرفنا بأستاذتنا ودعتنا متعلقة. الله يسلمكم، إن شاء الله عاد نحضر قريب إن شاء الله كل أعمالكم بإذن الله. شرف لنا وبالتقدم إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. تشرب الفن منذ نعومة أظافره، فعائلته الموسيقية ووقوفه خلف عمالقة الغناء السعودي أمثال عبد المجيد عبد الله وراشد الماجد كونت شخصيته الغنائية التي تبلورت في 22 من عمره، لينطلق في مسيرة الغناء بصحبة العود الذي وضع بصمته عليه. ذا الحب يلقى بي مكان، هزمتني هزمتني واقلك. كما يعزف على العديد من الآلات الموسيقية ويملك استوديو صغير في منزله لتجهيز أعماله الخاصة. رحلت ابتلى صدري غياب وما قدرت ألقاك ويحرقني
احد في وحدتك نادى عليك ثم التفت وشفت ما حولك احد هذا انا من كثر ما فكرت فيك ناديت لك والكل منا في بلد يكفي إلهي نوما قدر أوله عليك أكثر من الوله كني طفل النساء يكبر يحبك بإحساس يكفي قلوب الناس يحبك بإحساس يكفي قلوب الناس الله 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 يسعدك يا رب خليك هذا العزف الجميل اللي دخلنا في أجواءه الرائعة الله. هو العازف الله يسعدك يا رب يخليك لا ما شاء الله اختيار الأغنية ما شاء الله حلو جدا رائع صوته الله يسعدك يا رب يخليك نرحب فيك عازفنا الجميل والمطرب الشاب عبد القادر الأحمد الله يسعدك يا رب يخليك أنا اللي سعيد جدا بتواجد معاكم وتواجد الأستاذة الكبيرة سلوى الله يسلمك يعني شرف كبير لي بصراحة الله يسلمك هذا يسعدني أكثر أنا اليوم ما شاء الله في جلسة جميلة وحلوة فيها كل متنوعة يعني ما شاء الله ربي يسعدك كل الفنون يخليك الله يسعدك يا رب ما شاء الله الله يسعدك عبد القادر يعني حدثنا عن بداياتك أنت كيف اكتشفت هذا الصوت الجميل ومتى بدأت بالضبط هذا من ذوقك طبعا أول شيء بس البدايات كانت بدأنا طبعا عن طريق الكورال طبعا خلف أساتذة كبار يعني حلو غنينا خلف راشد الماجد غنينا خلف أساتذة كبار استفدنا منهم الكثير يعني بس الله. البداية طبعا عندي في البيت يعني عائلة فنية بسيطة يعني فكانت البداية بدعم منهم وإن شاء الله يا رب يعني لسه أقول في أول مشوار واستضافتكم هذه إن شاء الله أنها فاتحة خير كبيرة يعني وأنا كلي شرف بصراحة إن شاء الله الله يسعدك إيش الأغنية اللي يعني غنيتها كورال ورا راشد الماجد غنينا من أغاني الجديدة حلو. الخسران غنينا أغاني كثيرة من أغاني الأستاذ راشد حلو. من أغاني أيضا الأستاذ فهد الكبيسي والأستاذ إبراهيم الحكمي من الفنانين اللي يعني كلهم غنينا من وراهم واستفدنا شيء كثير يعني وإن شاء الله يا رب أنها تكون يعني فاتحة خير إن شاء الله بإذن الله وبداية إن شاء الله تكون يا رب بداية خير بإذن الله إن شاء الله من اللي دعمك وقال لك لا يلا جو هيد وخليك مطرب إيه؟ والله الوالد للأمان الوالد كان الفضل كبير يعني في الدعم أنه يكفي لأن هنا أنا أحس أنك بتغني فقول بسم الله وعلى قولهم نقول بسم الله يعني الآن ما شاء الله. ما شاء الله الإعلام أستاذ سلوى خصوصا أنك أنت كنت من مشجعين المواهب اكيد طبعا تاريخ عظيم في, 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 في 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 مع الاساتذه الكبار طبعا يعني. الله يسلمك الحقيقه الله كان لنا يعني يعني اشجع طبعا المواهب سواء كانت في الغناء او في الاعلام او غيره وابتعد تماما عن محاربه اي جيل او اي شخص طالع في مجاله نشء جديد يعني لانه مثل ما يقولوا جيل يسلم جيل فلن نستطيع أن نستمر نحن دائما إنما جيل جديد في الأغاني جيل جديد في فن تشكيلي جيل جديد في الإعلام هكذا دائما إحنا وراء كل المواهب اللي تطلع ذكرتني بالنسبة لقلت الكبار من الفنانين طلال مداح الله يرحمه الله لو كنا معاه في أول سهرة سواها للتلفزيون السعودي ملون كانت في الأردن وغنى فيها عدة أغاني منها تصدق ولا أحلف لك منها الله أغنية أخرى أيضا أغراب منها أغاني كثير جدا يعني أكيد أنه عبد القادر تعرف شيء من أغاني طلال سمعنا شوية تصدق ولا أحلف لك أي طبعا هذه من أحد الأغاني المعروفة يعني بس انه قال لي ايامها يعني انت ليش يا سلوى طبعا انا اخته الصغيره ما تبدا تغني قلت اما الاغاني انا صحيح كنت امرن صوتي وانا صغيره بدون ما ادري على اغاني ام كلثوم يعني انه احاول انه ما ادري كنت اسمعها واقلدها على اساس انه النفس يكون طويل يعني شويه وانا اقدم البرامج لكن لم اتخيل اني يوم من الايام اكون مطربه او مغنيه نتكلم يا ماما عن هالموضوع المهم لكن عشان كده اقول له انا ما يصح اغني يعني لا انا شيد وطنيه الله يسعدك رجعنا الصوت طلال مداح الله يرحمه
صدق ولا احلف لك، عجزت بلساني اوصف لك تصدق ولا احلف لك، عجزت بلساني اوصف لك نعيم العمر في وصلك وانت كريم. وشوف قلبي على يدي وهو اغلى ما عندي، وشوف قلبي على يدي وهو اغلى ما عندي، وتبغى زيادة في حبك اجيب لك قلبي ثاني منين. احنا في عائلة تحب الفن ونتعشق ونتذوق الكلمة الحلوة الجميلة والنغمة الجميلة. نقلنا هذا، والحقيقة هي تراثية وانتقلت من الجيل اللي قبلنا إلى أن وصلت إلينا، إلى أن وصلت إلى أولادنا. فمحبة النغمة والكلمة الجميلة هي هذه اللي وجدتها فيه. أيوة ساعدوا أنه تتربى هذه الموهبة وتتنمى فيه، لكن لازم ما يكون على حساب دراسته وعلى حساب متطلبات الحياة الأخرى، والحياة كثيرة، وأولادنا يعني نتمنى لهم التوفيق في كل المجالات. والحقيقة في سن معينة أنت تتمنى أنك تعطي هذول الشباب والأولاد أنه يأخذ نصيب من كل شيء، من الفن يأخذ نصيب، من هوايته اللي يقدر يبدع فيها يأخذ نصيب، من الفنون والمجالات الأخرى، من الدراسات، من البحوث، من هكذا، لازم أنه يكون عنده إلمام بها ويقدر يشق طريقه في هذه الحياة. أجمل شيء مضربنا الجميل هالليلة عبد القادر أنك أنت طلعت من الكورال. حدثني عن الألبوم اللي أنت قاعد تحضره الآن. والله إن شاء الله يعني إحنا يعني في صدد اختيار ألحان. طبعا كل ألبوم يحتاج له أشياء كثيرة، أنك تختار الكلمة اللي ممكن تناسب الجيل اللي أنت فيه، وتختار تيمة اللحن، وإن شاء الله يا رب يعني إن شاء الله أنه في تعاونات بإذن الله إنه قاعدين نحضر فيها للألبوم، وإن شاء الله يكون شيء موفق بإذن الله. إن شاء الله يعني هالأغاني هذه بيكون فيها وطني ولا كلها رومانسية؟ لا لا طبعا لازم تتحكي جميع الأذواق فيها. حلو. يعني عشان تكسب جميع الذائقات اللي موجودة المتلقية يعني للمزيكا، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله. حلو جميل. شايف إنه الآن بدأ الإعلام يهتم بالشباب؟ طبعا كثير يعني، وإن شاء الله نطمح للأكثر. طبعا نطمح كفنانين يعني كفنانين مبتدئين، نطمح للمسارح اللي كانت موجودة، إن كان عصرتها الأستاذ السمير التلفزيون طبعا المسارح زمان. اللي كانت موجودة كانت دعم قوي يعني طبعاً. وكانت ثقافة كبيرة يعني ثقافة فنية تحت كبيرة اللي صايرة يعني. حدثينا عن المسرح زمان أستاذ السمير. مسرح التلفزيون هذا يختلف يعني. مسرح التلفزيون ما عصرته طبعا، كنت صغيرة جدا اكيد. احنا عصرناه صغار وانت صغار يمكن شو متحسر الان. ايوه هذا كان احد يعني الأماكن التي يمكن أن ينطلق منها فعلا الشباب الجديد. صح. أو الجيل آخر في سواء في الطرب أو في أي مهارات أخرى يعني. مسرح التلفزيون كان في نفس المحطة اللي أنتوا فيها الآن، ما زال موجود المسرح، بس الآن أصبح مهجور يمكن مهجور. ما أدري، ما عاد بيسووا حلقات مثل ما كانوا يسووها زمان. أتمنى إن شاء الله يقدروا التلفزيون يستطيع فعلا أنه يقدم المهارات هذه عبر التلفزيون السعودي يعني القناة الأولى أو أي قنوات أخرى، وهي فرصة على فكرة نطمح للريادة في الرجعة إن شاء الله وأكثر إن شاء الله. هو على فكرة بالصدد أنه هو يعني يعاد من جديد بناء المسرح،
وحينطلق ان شاء الله مع هال يعني السنوات او الايام القادمه حتى ان شاء الله، لانه مكان يعني رائع وجميل ومجهز جدا. اذا كان في الايام الخوالي كنا كانوا بيقدموا طبعا منها الكثير من المذيعين طبعا، فما بالك الان ان شاء الله كل انطلاق الشباب وشابات ايضا. يعني اشهر المطربين اللي وقفوا عليه واشهر الفنانين اللي وقفوا عليه. والله انا يمكن هو يذكر اكثر مني، لكن في فنانين كثير كانوا مستضيفينهم. يعني كنت تتابع تسجيلات قديمه؟ طبعا، وما زلت الى الان اشوفها واتحسر، يعني موجوده الحمد لله على اليوتيوب ما زال. بس انه بطالع بتقول يعني كل الفنانين كانوا، يا ريت يا ريت موجود الان، يا ريت يا ريت. وفي الاحتفاليات الكبرى في المهرجانات طبعا بيشجعوهم، يعني مهرجان الجنادريه مثلا احد حدث مهم فنيا. انا اتكلم بعيدا عن الحدث طبعاً الثقافي، انا اتكلم بالنسبه لي انا كفنان حدث فني مهم انك تتابعه يعني. نعم لازم، يعني شيء مهم لانك بتشوف اشياء جميله بصراحه. ايش تتمنى عبد القادر وانت فنان يعني شاب بالايام المقبله لما يخص الشباب السعودي بالذات والفنانين اللي عندهم موهبه زيك؟ والله اللي نتمناه الدعم، للامانه الدعم، انا اتكلم دعم المسارح ودعم الفن. انا اتوقع انه في يعني الدعم مش واصل لنا بشكل كبير يعني للامانه. صار الدعم يعني انت موضوع شخصي بالنسبه لك وجهدك الشخصي، وللامانه جهد شخصي عفوا، بس انه يحتاج الى دعم، يعني دعم مسارح، دعم ملتقيات، دعم شخصي. ما ادري جمعيه الثقافه والفنون هل في دعم منها لكم؟ والله في للامانه، بس انه التواصل صاير قليل للامانه. جدا يمكن وجود معاهد يعني تكون متخصصه. أنا عن نفسي للأمانة استفدت من جمعية الثقافة، أنا كنت كانوا في دروس طبعا، أنا لسه بتعلم كمانجا يعني بس استفدت للأمانة كثير منهم، كانوا مسويين دورة كذا وصلتني عن طريق الشباب، فاستفدت منهم والله شيء كثير للأمانة. بس الدعم ننتظر الدعم الأكبر إن شاء الله الأكبر. طيب أنا أبغى أسأل سؤال يعني يمكن منحرف شوية عن هال وغريب، هم يعني متغيرين جدا ما شاء الله، والشباب يعني متجدد وحتى مواهبهم غير حتى بالعود. انا ما ادري هل هذا العود يعني يختلف عن العود القديم ولا هو نفسه؟ لا هو نفسه، بس انا ما اخذه مسويه بشكل ثاني بحيث انه انت اللي صلحته كذا. اي يعني طبعا طلب شخصي بحيث انه تقدر تستخدمه اثنين الكتريك و زي ال ايش اسمها الآلة الثانية اللي زي العود؟ الجيتار. ايه؟ تقريبا، بس انا ماخذ يعني مسوي بطريقتين بحيث انه ياخذ الصوت الكتريك وياخذ الصوت لايف. لانه شوفي كيف النحيف صاير النحيف من هنا هو اللي صنعه. طبعا يختلف عن العود الكلاسيك المعروف. كويس سؤالي في محله. اذا بالضبط، بس يطلع نغمات على هذا، تستطيع تطلع نغمات على الاورج العادي، على الجيتار، على كلها. اي طبعا طبعا، بس طبعا لكل آلة لها. حاولت التلحين؟ حاولت، بس للامانه ان شاء الله انه يعني لسه مبتدئ، مش ملحن بارع يعني، بس اني مبتدئ. حلو. طيب بما انه انت ايش ما لا 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 ابدا، انا عاجبني انه يعني ما شاء الله يعني عنده امكانيات كثيره جدا يعني. الله يسعدك يا رب. كنت ابغى اساله بما انه هو قاعد يصنع الات، ايش الالات اللي انت تعزف عليها؟ لا بس مش للامانه مش صانع. لا يعني انت بتطلب، انت بتطلب الفكره، انت مش صانع، مش صانع. اي مبتكر لفكرتك. ايش الالات اللي انت بتعزف عليها غير العود؟ يعني كمانجه، بس مش عازف، مش يعني على قولهم، بس اللي بسمع نفسي يعني هاوي في الكمانجه، هاوي في الكيبورد، في الاورج، هاوي في الجيتار، بس مش اني مش بارع لدرجة إني عازف قد ما في العود. بس والله إذا براعتك نفس صوتك فما الله يسعدك يا رب. تشيلو تشبه الكمانجة، تشيلو الكبيرة. هل هذه صعبة عن الكمانجة شوية، عن الكمان يعني؟ طبعا أصعب. طبعا لأنه الكمانة طبعا هي في قاعدة موسيقية في الآلات، كل ما قل عدد الأوتار كل ما زاد أو قلت مساحة الرقبة هذه، وقل عدد الأوتار كل ما كانت الآلة أصعب. أنا ليش قلت على تشيلو؟ لأنه حفيدي عازف تشيلو. الله الله عندك أنت الآن يعني شخصية حفيدي لسه صغير عمره 10 سنوات بس ما شاء الله يعني ما وصل، وعندها الفنان التشكيلي وعندها الموسيقي وعندها المذيع وعندها الممثل وعندها كل شيء ما شاء الله، يعني عائلة متكاملة وشاملة. ماما أبغى يعني أسألك إذا أنت حابة تسمعين شيء، بما أنه عندنا إحنا الآن فنان مرموق وصوت رائع جدا. حاضر حاضر بالعكس.
لك اياه. الله يستهلك مره يعني، هو ما شاء الله لسه بيحضر لالبوم جديد فاكيد ما راح نسمع منه شيء طبعا الان. ولا لو من جديد او فنان انت حابه تسمعين له؟ اي شيء هو على راحته يعني، انا ما اقدر يعني احكي. انا قلت الاول على طلال والفنانين الكبار عندنا ما شاء الله كلهم حلوين. محمد عبد بعض النلال واحنا واستاذنا الكبير طبعا محمد طبعا اكيد اخونا وحبيبنا كلهم يعني اصدقاء من زمن طويل يعني. يا بختك يا استاذ. على كل حال اي شيء لاي فنان من الفنانين المعروفين او حتى غير المعروفين يمكن انت اعرف مني يعني. اعطينا اغنيه جميله لعبد المجيد بما انه يعني عبد المجيد ما شاء الله يعني برضه ويعني تحب صوته كثير. في اغنيه انت حبيتيها قبل ما نبدا ايش هي؟ لا هي كل اغاني عبد المجيد ما شاء الله حلوه. هو بدا بعبد المجيد فدلع يا كيدهم دلع يا كيدهم يلا. لا على كيفك على كيفك بس ما محضرها تمام دلع مش بالضروره بس انا اقول لها هي عشان ما شاء الله هي يعني لازم تاخذ راحتها لانه دلعك اليوم. ليه دايم احتاج اسألك وش فيك شو اللي زعلك؟ ليه دايم ردودك تكون نظرة بمعنى اش دخلك؟ ليه دايم احتاج اسألك وش فيك شو اللي زعلك؟ ليه دايم ردودك تكون نظرة بمعنى اش دخلك؟ وش دخلك؟ كيف تسأل؟ كيف تسأل يعني ما تعرف غلطك؟ انت تدري مالي في الدنيا سواك، لو مكاني انت تقبل؟ كيف تسأل؟ كيف تسأل؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يسعدك يا رب. يلا الله يسعدك ان شاء الله. امين امين يا استاذ امين. ما شاء الله يعني عندك نبرة صوت وعندك احبال صوتيه جميله جدا. والله يسعدك يا رب يعني تقدر تغني طبقات كثير ولا انت على طبقه واحد؟ والله انا مزيكا بس يعني لو المشاهدين يعني فاهمين مزيكيا انا طبقاتي نازله كثير مش عارف ما عندي الصوت اللي هو السوبرانو العالي. لا طبعا هذا الاوبرالي يعني يختلف كمان طبعا. ايوه كثير ويحتاجوا تمارين ثانيه طبعا تمارين متعبه كثير. ايوه على فكره زي تمارين الاذاعه والتلفزيون الاذاعه خصوصا احنا عندنا طبقات مختلفه في الاذاعه في البرامج اللي كنا يعني اذا كان برنامج تمثيلي مثلا فاحيانا نغير الصوت ممكن نطلع صوت صغير ممكن نطلع صوت كبير ممكن نطلع صوت عريض نحيف كمان فنانين ما شاء الله عندهم طرق ثانيه في ايصال الحلاوة الصوت الى الناس اكثر يعني ان شاء الله انه تكون حلاوه يعني ان شاء الله انه استمتعتوا بس لا يعني لا لا ما شاء الله عليك من ذوقك ربي يخليك لا يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله والتقدم باذن الله يا ربي. انا شاكره لك فنان القدير والجميل جدا والقادم بقوه إن شاء الله الساحه رب. الفنيه الله يسعدك يعني عبد القادر الاحمد الله يسعدك وهذا اسم ان شاء الله حيكون بصمه في هذا البرنامج ان شاء الله باذن الله انا حاضر حتستمر على نفس الاسم ولا تغيره؟ لا لا باذن الله ان شاء الله. عندك اطفال على فكره؟ لا لا لسه لسه ما تزوجت كمان ان شاء الله. طيب خلاص هذه فرصه يلا مين عبر شاشه القناه الاولى عبد القادر الاحمد عريس لقطة لأي واحد الحين تسمع كذا عزفة سمعنا قبل ما ننتقل للفاصل وإحنا بالفاصل هذا نبغى تسمعنا شيء بسيط جدا جميل ومحفز لمحمد عبدو خلينا نسمع حاضر حاضر يا اسمعوا زين ها كل ما نسنس كل ما نسنس من الغرب هبوب حمل الناس ما سلام وإلا ما احتسل إلا ما احتسل في عرض الجنوب عالق رموز الغرام لك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى
لك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى أطلب الله وارتجي صبح يومي والمساء. وبهالجلسة الجميلة حابين أنه ندخل الآن في مواضيع الماضي وما أدراك الماضي الجميل أيام الأبيض الأسود. خلينا نتكلم عن البرامج اللي كنت تقدمينها أنت وفخورة فيها. الحقيقة ما أبغى يعني أتكلم كثير عن أبيض والأسود مع أنها كانت هي حقبة يعني ذهبية بالنسبة لتلك الأيام. يعني الآن ما شاء الله في أشياء جديدة وفي تكنولوجيا جديدة وعملنا يعني تحت مظلة هذه الأشياء الجديدة كلها في البرنامج الصباحية على الهواء مباشرة في صباح الخير، كان المملكة هذا الصباح طبعا أيام ما قدمنا على الهواء مباشرة سواء في الإذاعة أو في التلفزيون. بالنسبة للبرامج القديمة القديمة جدا مثلا من الرياض مع التحية، الحقيقة أنا حتى يعني كنت تقريبا نسيت هذا البرنامج إلا أنهم أرسلوا لي هو على الانستغرام، لقيته من أحد الأخوان فاستغربت نفسي وشكلي وصوتي، طبعا كنت صغيرة أيامها فشكل واحد وصوته أصلا يختلف، طبعا صوت صغير يختلف. برنامج قديم أيضا عن الأدب والثقافة وعن الولادة وعن الأدباء القدامى. طبعا في برامج كثيرة لا يفوتنا، طبعا نقول أنه أول مسلسل في تاريخ التلفزيون السعودي الفارس الحمداني اللي هو أنا كنت فيه أيضا مشاركة، أنا كنت السعودية الوحيدة فيه لأنه بعد كذا كانت في من لبنان جزيل نصر كانوا جايبينها أو كانت هي موجودة وأنا طبعا صغيرة يعني توني عمري 13-14 سنة توني. إيش كان دورك فيها؟ كان دوري معاها يعني سنيدة، يعني هي طبعا واخدة البطولة وأنا معايا كبيرة في السن طبعا وهي واخدة مسلسل تاريخي. يعني كيف كان يعني المجتمع لما يشوف ممثلة سعودية على الشاشة كيف كان يعني ردود الفعل؟ يمكن كان المجتمع بسيط جدا تقبل كل شيء ببساطة لأنه أنا تربيت أو نشأت في الإذاعة، أروقة الإذاعة والتلفزيون، فكانوا شايفين هذه بنتهم قاعدة تكبر أمامهم فما في أي حرج أبدا، بالعكس كان الكثير يمدحوا والكثير يتوددوا والكثير يخطبوا. الله يعني كان في أرسام يعني كان في خطاب كثير الحمد لله. لكن وبعده طبعا المهند وهذا كان في أكبر عدد من الفتيات السعوديات، كانت دنيا بكر يونس، كانت أختي وفاء، كانت ناجي الربيع أيضا هي موجودة الآن وتمثل، كانت صديقتي أيضا شهرزاد وهي كانت من الفارس الحمداني اشتغلت معنا، كانوا مجموعة كبيرة من 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 صديقاتي اللي معنا في المدرسة معظمهم. هذا المهند وهذا كان ثاني مسلسل تاريخي، أنا أتكلم عن الأبيض والأسود فقط لا غير. لكن في الملون الحقيقة أنا كنت أرى نفسي كمذيعة أكثر أكيد. من أني ممثلة. يعني أنا يمكن ماني شاطرة في التمثيل لكني أستطيع أقول أني الحمد لله أنا تخصصت في دراستي أكثر كمذيعة وإعلامية وفن الإلقاء والاتصال الجماهيري والعلاقات العامة والماس كوميونيكيشن في أمريكا عندما سافرنا أنا وزوجي عبدالعزيز الحمد الله يرحمه. طيب يعني خلينا نسألك عن الشخصيات الفنية أنا ذاك اللي أنت استضفتيهم مثل صبوحة أو الشحرورة صباح وفنانين كثر، كان يعني غريبة أنه امرأة سعودية تلتقيهم أو مش غريبة إنما هم يرونوا شيء جديد عليهم لأنه غالبا ما كان في تطور كثير زي نعم هو صحيح. إحنا كنا طبعا قد سافرنا إلى أمريكا في عام حوالي 75 ميلادي، وفي عودتنا للإجازة يعني إحنا عندما كنا نعود للإجازة أنا وعبد العزيز الله يرحمه كنا دائما نعمل ونشتغل في التلفزيون أو الإذاعة. الله. يعني أثناء فترة إجازتنا نستغلها أيضا في العمل حتى يستمر يعني كي. لأنه عملنا متصل بدراستنا نفسها، فكان الحقيقة فرصة وكان إهداء للتلفزيون السعودي
من صاحب السمو الملك الأمير محمد عبد الله الفيصل رحمه الله أنه يعمل أول سهرة تلفزيونية ملونة يهديها للتلفزيون السعودي عشان تطلع عندما يكون ملون. فهذه السهرة طبعا ما كان فيه الأجهزة اللي نستطيع أن نصور بها في الرياض للملون. فسافرنا إلى الأردن وصورنا هذه السهرة، كان مخرجها بشير مرديني، وشاركت معايا طبعا الزميلة صديقة دنيا بكر يونس، وكان فيها من الفنانين والفنانات طبعا، هي أصلا عملت لطلال مداح الله يرحمه، وطلال مداح غنى فيها عدة أغنيات طبعا، وكان عبد العزيز الحماد زوجي يقدم طلال مداح في لقاء يتحدث فيه عن تاريخه أيضا، ودنيا بكر يونس قدمت الجزائرية وردة الجزائرية. جميل. يعني انتم ما كنتم ما كان يعني هالبرنامج هذا ما كان لمذيعة واحدة، انما مذيعات كثر سعودية. لا احنا الاثنين، انا ودنيا فقط يعني اكثر شيء احنا اللي استمرينا طبعا. انت وماما دنيا بكر. نعم. وقدمت انا مع الصبوحة طبعا اللقاء الملون، وعبد العزيز قدم مع كان معنا ابراهيم خفاجي ايضا الكاتب والمؤلف المعروف، وسراج عمر الملحن المعروف، مجموعه متمازجه جميله من دول مختلفه. الله. يعني من السعوديه، من وردة الجزائريه طبعا، من بلد اخر الجزائر او مصر لانها كانت موجوده. حل. بليغ حمدي زوجها ايضا، صبوحه من بيروت، السعوديه منها طبعا الله. الاكثر ونخبة المداح والبقيه. الله. هذه اهديت للتلفزيون السعودي وقدمت في التلفزيون السعودي سنه 76 77 تقريبا ميلادي. في هذه يعني الحقبة من الزمن كان يعني فيها الناس يعني بسطاء أكثر. خليني أتكلم عن الفترة اللي منعتي فيها من التقديم. المنع كان من الرئاسة العامة لتعليم البنات، ولكن طبعا مثل ما قلت أنه والدي لم يتوقف عند ذلك، ولكن طلع إلى الملك فيصل أيامها وأخبره أنه المناداة بتعليم الفتاة، وهي هي الفتاة أصبحت متعلمة يعني الحمد لله والمدارس مفتوحة، فكيف يكون في إيقاف تعليم لفتيات ممكن أو بنتي تظهر في التلفزيون وبشكل محتشم وتقديم أشياء كلها يعني فيها توعية ما فيها أي شيء خارج. ما كان منه إلا أن كتب خطاب أيضا وعممه أنه ضرورة يعني استكمالها للدراسة وعملها في التلفزيون. وطبعا أنا رجعت منتصر والحمد لله وقدمت أكثر، دخلت كده بخيانة بقوة طبعا وبفضل يعني هذا الخطاب اللي كان فيه أمر تقريبا. كملنا طبعا الحمد لله وخلصنا دراستنا ورجعنا. كان في منع تاني بس بشكل سريع أذكره، وهو في أيام ما خلصت الثانوية وأنا متزوجة. ومنعت أني أدخل كلية التربية. أيضا كان السبب لأني أعمل في التلفزيون، وأنا حمدت ربي طبعا لأنه ما كنت أبغى أدخل سلك التعليمي. لأنه مجالي كان في الإعلام. حلو. ونظري كان للإعلام، وجات البعثة بعدها بسنة والحمد لله، فكانت فرصة لنا أن احنا ننطلق. جميل. ودرستي الإعلام خارج المملكة. طبعا طبعا كنت أنا أول واحدة أخلص إعلام خارج المملكة في أمريكا طبعا، تخصص ماس كوميونيكيشن في بورتلاند ستيت يونيفرسيتي. وبعدها عدنا، وكان بعد عودتنا بداية مهرجان الجنادرية. الله. أيضا حقيقة قبل ما أذكر المهرجان أيضا كان في رواد الفضاء، وطلع معهم صاحب سمو الملك الأمير سلطان بن سلمان والمكوك الفضائي، وكانت فرصة جميلة لي لأنه يختارني صاحب السمو الأمير سلطان بن سلمان، وهو أيضا تخصص إعلام. جميل. وكان في وزارة الإعلام، ولذلك اختارني لأن أكون أنا المرافقة مع زوجات كل نعم رواد الفضاء اللي كانوا موجودين مع رائدة الفضاء. هذه رائدة الدكتورة شنن اللي كانت موجودة، وعبد العزيز في الصورة. وعبد العزيز. نعم. الله يرحمه. وكنت أنا معهم مرافقة في الرحلة حول المملكة العربية السعودية. الله. في جميع المناطق. يعني هذه كانت بالنسبة لسلوى شاكر يعني سبق. الحمد لله. أجريت معهم لقاء لكل الزوجات، وكانت معهم واحدة فرنسية
زوجة الرائد الفضاء الفرنسي بودري، وكان في مترجمة معنا، وكان يعني فرصة رائعة جدا لأن أكون معهم ومع علماء وخبراء من ناسا كانوا موجودين معنا. طبعا في الجنادرية أيضا شاركت في ثاني دورة المهرجان الجنادرية، وما كان فيها أيامها لجنة نسائية ولم يكن في سيدات مشاركات، ولكن كانت بطرق ودية وغطيت المهرجان، وكان من الأميرة ما كان من إلا من الأميرة نورة بنت محمد حرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر وهو الآن أمير منطقة الرياض. نعم. كانت أيامها في عسير أو في أبها، الله، فأرسلت مجموعة وجت هي معاهم ليقدموا التراث من أبها، الله، وجلبت معها وهي هذا شيء على حسابها الخاص يعني بدون دعم من أي أحد، وطبعا كان أمطار وعواصف وتراب وأشياء تحصل لأنه لم تكن مسفلتة أو بهذا الشكل مثل ما كانت مثل ما هي الآن. صح، كان وكانت طبعا مشاركتي أول مرة وأنا فرحانة واخدة معايا ما شاء الله حذاء جميل جايباه من برا، وما كان إلا أني طبعا قلعته حتى أستطيع أن أتحرك بسهولة، وجاء المطر والسيل وجرفوا جرف كل شيء، فكانت فرصة لأنهم قاعدوا يشوفوني ماشي حفيانة ويضحكوا إيش اللي صار يعني. على فكرة يا ماما فقلت سلفوني أي شيء ألبسه. أنت ما شاء الله يعني ما تهتمي بالشكليات مطلقا في عملك بشكل عام، يعني هذه صورة مثلا في حرب العراق والكويت، نعم، بعد التحرير مباشرة ثالث يوم، نعم، عندما ذهبنا يعني إلى الكويت ما أعرف إذا كانت الكاميرا تأخذ زوم ويتبين ولا لا. هنا أنت ما كنت مطلقا، أنت لابسة أصفر عشان تكون ومعك دنيا بكر يونس، دنيا بكر يونس جت معايا، ما كنت مهتمة أبدا بالشكليات، لا 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 مطلقا. احنا رايحين حرب يعني مكان أصلا كله ألغام، حتى كانوا يقولون انتبهوا لا تمشوا هنا ولا تمشوا هنا، وكان المسؤول عنا من وزارة الدفاع يعني شديد معانا جدا يعني. طبعا بعد هذه الزيارة اللي قمنا بها 5 أيام لأنه جلسنا نصور براحتنا وما حبينا نرجع، منحنا طبعا شهادات تكريم من وزير الدفاع آنذاك صاحب سمو الملك الأمير سلطان بن عبد العزيز، وأيضا لا يفوتني أني أقول أنه أيضا أنا منحت أنا وزوجي عبد العزيز الحماد شهادات تكريم من جامعة الدول العربية أيضا، فكثيرة يعني الأحداث والأشياء جداً. ولا يمكن طبعا أني يعني الحديث معك ذو شجون ولا ينتهي مطلقا، أنت تاريخ عريق وبصمة قوية جدا، يعني إيش تتمني لمستقبل الإعلام السعودي خصوصا وأنه أصبح فيه دماء شابة كثيرة؟ أنا أتمنى إن شاء الله أولا تشجيع الدائم دائم لكل الدماء الجديدة والشابات اللي طالعين، وعدم الوقوف في طريق أي شابة حتى لو كان عندها يعني أي قصور، لكن يجب دفعها للأمام. ثانيا والأهم وجود يعني تخصص إعلامي في الإخراج في الإنتاج في الإذاعة في التلفزيون وليس في بشكل عام. جميل، يعني أنا أشكرك جدا على هذه الليلة الجميلة وإن شاء الله قهوة والحقيقة القهوة جميلة جدا ورائعة يعني إحنا من الأول قاعدين نشرب. شكرا لك. شكرا لك، وأنتم مشاهدينا الكرام أشكركم على متابعة هذا البرنامج وهذه الحلقة بالذات اللي تجمعني مع الأستاذة سلوى شاكر البصمة الفارقة بالإعلام السعودي. إلى اللقاء في حلقة جديدة.